سميتي ياسين الخلفي، كنقرا في الرابع. المدرسه ديالي سميتها جيل الابرار. هاد اليوم فرحان به حيت هو الحفل ديال نهايه السنه، وانا فرحان بزاف حيت انا مشارك بزاف ديال المسرحيات العربيه والفرنسي. في الدور ديالي في المسرحيات الفرنسي، الدور ديالي في المسرحيات الفرنسي انني واحد الراجل اللي الولد ديالو كيهرب له من الدار وكيمشي يحرق. وفي الدور ديالي في المسرحيات العربيه هي واحد الاستاذ ديك اللي كيعنف التلاميذ ديالو. وشكرا. انا سميتي ياسين الملولي، كنقرا في المؤسسه جيل الابرار، واليوم كنحتفلوا بالمدرسه ديالنا حيت هذا اخر يوم لينا. والمدرسه جيل الابرار هي مدرسه جميله، كنتعلموا فيها بزاف ديال الحوايج. السلام عليكم، انا حسام الصافي، كنقرا في مؤسسه جيل الابرار، وهاد النهار كنحتفلوا بحفل نهايه السنه. كنعيشوا اجواء زوينه، الحفل كيتكون بزاف الفقرات، وانا مشاركه في مسرحيه اللغه العربيه تحت عنوان اللغه العربيه وابنائها، والدور ديالي فيها القاضي، وغنيه في اللغه الفرنسيه اسمها سيما بلاس. ومدرسه جيل الابرار مدرسه جميله، كتعلمنا بزاف د الحوايج اللي كنستافدوا منها. شكرا. مريم، وادرس في المستوى الثالث، وسوف ونحتفل بنهايه السنه، ومسرحيتنا طفل الشارع، دوري هو الملاك، وسوف اقول لكم دوري ما هو. تعال يا بني، ما زال لك مكان في اسرتك ومدرستك، لم يفت الوقت بعد لنبدا من جديد بعد ان نعالجك. اسمي مريم سبع، اقرا في المستوى الثالث. اليوم سنحتفل بنهايه السنه وسننتقل الى مستوى جديد.